في خبر آخر معكم مشاهدينا، نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما تم تداوله في فيديو منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن المادة السامة في القمح الأبيض بالتحديد، والتي قد تسبب مرض السكري والسرطان. وأوضحت الهيئة أن المقطع المتداول غير صحيح، وأكدت أنه يضاف على دقيق الخبز بعض المحسنات مثل الفيتامينات والمعادن بغرض التدعيم الغذائي فقط. يعني التعليق الوحيد اللي راح اقوله في هذا الخبر يا جماعه، انه هيئه الغذاء والدواء، انا من عشاق حساباتهم على السوشيال ميديا، لان هذه تاثر على حياتي وعلى اللايف ستايل حقي وعلى الاشياء اللي انا حتى اشتريها من السوبر ماركت او الاشياء اللي انا ما اشتريها من الصيدليه والى اخره. فشكرا لهم، شكرا على هذه التصاريح اللي فعلا مهمه، لان الناس ممكن انها تتفادى اشياء او تقول لك هذا مضر وهو ما هو مضر ولا شيء، بالعكس. أنا أستغرب حقيقة من بعض الناس اللي يتجرأ وينشر هكذا نوع من الفيديوهات. إحنا عندنا رقابة قوية وعالية، ونثق في دولتنا ثقة تامة وثقة عمياء، لأنه ما في شيء يدخل البلد وما في شيء يتباع إلا بيمر على هيئة الغذاء والدواء، إلا يكون هناك رقابة من البلدية ومن وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية حتى يصلنا هذا المنتج. يعني الناس اللي يتجرؤوا صراحة ومن عقلهم أو من بالهم بيفسروا على كيفهم إنه والله هذا كده وهذا كده وتفسيرات خاطئة، ترى أنتوا تتحمل جزء كبير من المسؤولية وأنتوا تتساءلوا عليه، لأنه حرام إنه كل اللي الدولة بتسويه وهذه التعب ده كله والتحقيقات والاختبارات على جميع المواد وإصدار التصاريح لها، في الأخير يجي واحد من جهل يتحدث من غير أي أدلة أو أي مصداقية. فإحنا ثقتنا والمصدر الرئيسي الأول هي الجهات الحكومية. فعلا الجهات الحكومية دائما تأخذ هذه المواضيع بعين الاعتبار، ويكون تفاعلها جدا سريع آني، وطبعا تعمل هذه التوضيحات وهذه البيانات وتنزلها في حساباتها الرسمية، والواحد لو حاب يأخذ معلومة يأخذها من مصدرها الحقيقي. يعني زي ما كانت بتقولي ريم قبل شوي، أنه عشان يطلعوا التصاريح بتمر في عدة إجراءات، وبعد التصاريح وبعد ما تنزل على السوق برضو في متابعة، وأكيد هذه يعني صحة المواطن بشتى المجالات، سواء كان في سوبر ماركت بالأدوية بغيرها، كل المواد اللي موجودة الاستهلاكية دائما بتكون يعني تحت الرقابة، ودائما بيهتموا انه ما يكون في اي شيء في السوق ممكن يؤذي المستهلك. صحيح صحيح رؤى. طبعا احنا عندنا